أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، والسؤال هل إذا كانت المرأة كتابية وتعبد الأوثان يجوز نكاحها؟ ما تكون كتابية إذا كانت تعبد الأوثان فهي ليست كتابية، مشركة. كتاب أهل الكتاب لا يعبدون الأوثان، لكنهم عندهم كفر وشرك غير عبادة الأوثان. فالكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون محصنة، أي عفيفة عن الزنا، طاهرة في عرضها. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، بهذا الشرط محصنات. نعم.